أولا لو قال لك كعب تصوم رمضان؟ تقول نعم. قال ما هو الصيام؟ اشرح لي الصيام. تقول لا أدري ولا أعلم ما هو الصيام. إذا معنى أن شهادة أنك صام شهادة زور لا شك فيها. فما هو الصيام؟ الصيام لغة الإمساك، تمسك عن الطعام، تمسك عن الشراب، تمسك عن الكلام، إني نذرت للرحمن صمت. ولا نريد هذا التعريف اللغوي، نريد التعريف الشرعي. الصيام شرعا هو التعبد لله، التعبد لله بترك الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. مرة أخرى، التعبد لله. إذا لابد في الصيام من نية. لمن؟ تصوم لمن؟ لله. لأنه قد لا يأكل من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس ولم ينوي به الصيام، فصيامه باطل. إذا لابد من نية. إذا هذا التعريف فيه ركن الصيام نية وأمساك. إذا الصيام هو التعبد لله بترك الطعام والشراب وسائر الافطارات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. من يعيد لي هذا التعريف؟ تعريف شرعي إخوان. نعم. تعبد لله. أوقف. نواف. تعيد. تعبد لله. التعبد لله. بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر الفطرات من طلوع الفجر الصادق. الله يعلم. من يعيد لي تعرف؟ التعبد لله. التعبد لله. نعم. بالإمساك عن الطعام والشراب وسائل المفطرات من طلوع الشمس. لا من طلوع الفجر. طلوع الفجر طلوع الشمس لعلك تمسك الساعة السادسة. اتقي الله. من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. إذن الصيام لابد له من ركنين. من يعرف ركن الصيام؟ ركن الصيام النية والإمساك. طيب النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. الآن كل واحد منا نسأل الله يقول لنا وياكم هو من الآن ناوي صيام رمضان. مجرد أن يأتي الإعلان دخول الشهر وأنتم على إعلان المملكة العربية السعودية، متى ما أعلنت المملكة انعقدت النية في القلب، صحيح؟ نعم. فلا تحتاج انه في كل ليله تستحضر وتجلس تستحضر النيه، هي النيه موجوده، صحيح ام لا؟ ولا يصح ان تقول اللهم اني نويت صيام هذا العام عام 1434 مبتدئا شهر رمضان من يوم الثلاثاء الماضي للتاسع من شهر كلا 2013 في مدينة فشو وكلا فسره لي وتقبله مني ممسكا في الساعة الثالثة إلى ربع توقيت فشو مفطرا بإذن الله تعالى الساعة 10:20 فسره لي وتقبله مني يا رب العالمين. يصح؟ لا ما يصح. هذا تنطع في دين الله وبدعة. طيب